أهلين كيسنا، شو أخبارك؟ كل شي منيح عنا بالضيعة؟ كل شي منيح معلم، بس بدونك أنت وخالتي ولالا كل شي صار بشع. هلأ أنت رح تضل واقف هيك؟ ليك بانا، أنا عم أعمل واجبي وشكر ربك إنه عم نسمح لك لسه تشوف الناس. وإلا شو؟ شو كان بدك تقول؟ هدول الناس اللي عم يجوا لحتى يشوفوني شوي ويتطمنوا على صحتي ويدعولي، عم اتعامر معهم ما هيك؟ لا تزعج حالك معلم، ليش حتى تتجادل معهم؟ هاي عادة كتير قديمة فيهم وبيحبوا يستغبوا ناس بريئين ومساكين مثلنا. هذا الصح. وهلأ قلي شغلة، وكيف كان المحصول بالضيعة بهالأيام؟ كان كتير منيح معلمي، وكمان كل الأمور بالضيعة منيحة، بس بصراحة من دونك أنت الضيعة مانا حلوة بالمرة ولا بتنزال. لا تقلق ابني، الأمور رح تتحسن عن قريب إن شاء الله. طيب خد هاي الرسالة اللي شبك. ليش هيك عم تعمل؟ كيسنا روق خلص، خليه يشوف كل شي بده إياه. أخي تيواري المحترم، المسؤولية اللي عطيتني إياها أكيد رح أتولاها بكل صدق. أنت وثقت فيي وبرجالي بحملة الانتخابات، عطيتني الاحترام بالضيعة، بشكرك. بعدت لك هالرسالة، وبس توصلك رد علي. رضيان هلأ؟ إيه نعم. عطية للأخ تيواري، لأنه هالرسالة كتير مهمة. هذا هو المكان؟ ايه سيدي، وقت اللي جبت المعلومات استفسرت من المخبرين وقالوا لي انه متخبي هون. ماشي، انتبه، هذا الرجال ما لازم يهرب منا اليوم، واذا هو بيحاول انه يهرب منا بدي اياكم تقوصوا برجله. سمعتوا، انا بدي هذا الرجال عايش لو باي ثمن. نحن فينا نوصل لبالان عن طريقه. حاضر، هو واحد خطير، انتبهوا. ماشي يلا. ما عم أفهم كيف قدر يهرب منا. هذا كان الشخص الوحيد يلي ممكن يوصلنا لبالان. امشوا. انت في حدا هون بده يشوفك؟ اكيد هي نفس المره جايه لهون مشان تزعجني اكثر. يا شرطي روح الا ما بدي اشوفها. لا هي مو نفس المره اللي بتجي، هي صبيه اللي بدها تشوفك. صبيه وبدها تشوفني انا؟ طيب شو اسمها البنت؟ بورفي. غريب، شو بدها مني بورفي؟ وليش اجت لتشوفني؟ يلا بشوفه. شكرا لانك قبلت تشوفني. لك خير، شوفي كمان. يا جماعه انتم ما عندكم اي شغله تانية غيري؟ كل واحد من العيله عن على باله بيجي لعندي. اخي انا اجيت لهون لحتى اقول لك شيء ضروري. هيك لك شيء ضروري كتير، ومعي انا كمان. ليك لاقول لك شغله، إذا اجيتي تقنعيني إنه روح من هون معك معناتها ترجعي مطرح ما أنت اجيتي، ما بروح على هداك البيت. أنا بعرف إنه لا، أنت ما بتعرفي أي شيء. ليكي هلأ مخي مسكر على الآخر. اسمعي،
بما انك انت هون لو سمحتي خدميني هالخدمه، بدي تقولي لكل واحد بعيلتك وخصوصا لامك يتركوني بحالي ويبعدوا عن طريقي وحاجي يلاحقوني، لسه طول الوقت جايين رايحين لعندي وبيعطوني محاضرات عن تربايتي. اذا امك ما بدها تعيش مرتاحه ماشي، بس ليش بدها تخرب حياتي؟ شو ذنبي اخي؟ ما اجيت لحتى احكي معك عن هالشي، انا هون لحتى اي لك شو في شي تاني كمان انت لسه بدك تحكي؟ انت رح تعيدي كلام امك بس، وشو بتقول لازم انت تقولي نفسه. معلش انا ما عاد بدي اسمع ولا كلمه، وانا مرتاح هون بالسجن وكثير منيح، وفيني اترك هاي الزياره وروح، وانا رايح. خلص اتركيني بحالي. اخي في قنبله انزرعت ببيتنا. انت شو قلتي؟ ايه اخي، في حدا حط قنبله ببيتنا ليقتلنا. شو يا ربي شو هالحكيات؟ مين اللي شغل مخه وتذاكى هيك؟ لك حتى عقلي ما بيشتغل بهالسرعة هاي. أكيد ما رح يشتغل هيك، عقلك بيقول إنك منيح وما بتأذي أي حدا فينا، وأنا كمان بعرف إنه مستحيل تكون أنت اللي زرعت هاي القنبلة لحتى تقتل عيلتك. وبعد ما شفتك أنا متأكدة من حكي إنه صح. شكراً كتير أخي، أنت ما خيبت ثقتي فيك أبداً. شو صاير معها هاي؟ بالله على شو كانت عم تتشكرني؟ أهلين ماما. بورفي هاي أمك عليها شغلات. قال أخذتها معي على السوق لتتسوق وتشتري تياب وتغير جو وتروي وتعدل مزاجها، بس رجعنا إيدينا فاضين وما اشتريت شي. عيتي عليها. يلا مرت عمي، أنا طلعت معك مشان نتسلى مو مشان اشتري. بس ليش ما اشتريتي شي يعني؟ ستي لا تزعلي منا، أنا رح خبر أمي أخبار كتير حلوة رح تخليها تطير من الفرح والسعادة. عن جد؟ ماما أنا رحت اليوم وشفت أخي سهام. عن جد؟ رحتي وشفتي سهام؟ وهو رضي يشوفك؟ إيه أمي. الحمد لله يا رب، الحمد لله، على الأقل رضي يشوف حدا منا. بورفي كيفه سهام؟ ستي هو كتير منيح. بس سألي لي شغلة بنتي، ليش رحتي لهنيك؟ لحتى ستي ماما أنا رحت لأحكي له عن موضوع القنبلة هديك. تعرفي ماما وقت قلت له عن هذا الشيء قدرت أعرف منيح من عيونه إنه ما كان بيعرف بالموضوع، ومن ملامح وشه قدرت أعرف منيح إنه هو ما كان مبسوط بهالخبر. تعرفوا شو؟ استنوا شوي وشوفوا، لما الشرطة تعرف المجرم الكل رح يعرف إنه أخي سهام بريء من هالتهمة. أنا ما قلت لك مرت عمي إنه ابني سهام مستحيل يساوي هيك شيء. هلأ أهل البناية رح يعرفوا مين هو المجرم الحقيقي، لأنه عم بيحكوا حكي بلا طعمة. هلأ رح علمهم درس بحياتهم، ما رح ينسوا طعمته ورح ورجيهم قيمتهم وبيشوفوا شو فاكرين حالهم. ماما انت مبسوطة ما هي؟ بابا مازن انت سمعت شو قالت بورفي؟ مو سهام يلي زرع القنبلة؟ جانا الشرطة ما قدرت تلاقي هداك المجرم. انت شو قصدك بهذا الحكي؟ بقصد قبل ما تقدر الشرطة تمسكه هو هرب من هنيك، والشرطة ما عندها أي طريق يدلون عليه. جانا هو كان الشخص الوحيد يلي بيثبت انه بالان له ايد وعلاقة بهي الحادثة. بس نحن منعرف شغلة واحدة هلأ، أنه ابننا سهام ما له أي علاقة. بس جانا المجرم لساته هربان وما منعرفه، ولبين ما هو يمسك ما في شيء بيهمني لحتى يمسكوا هذا المجرم ونعرف شو بده. أنا بس يلي بيهمني امسك هذا المجرم يلي حاول إنه يقتل عيلتي ويأجرم فيها.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.